أستاذ علاء، أهلا وسهلا بحضرتك على أهلا برنامج أخبار بحضرتك، اليوم. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. يعني عايزين نتكلم الموقف الحالي دلوقتي لأعمال العنف الموجودة في الشارع المصري التي تدعو إلى إسقاط الرئيس محمد مرسي والحكومة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نرفض تماما كل دعوة إسقاط النظام أو رحيل الرئيس، ودوما نقول ونعيد ونكرر أن الذي أتى عبر الصندوق لا يرحل إلا عبر الصندوق أيضا، ولا بد من احترام الإرادة الشعبية. لا يمكن أبدا بعد أن يقول الشعب كلمته أرد هذه الكلمة وأفرض وصاية من أقلية أو من راغبي سلطة أو من أصحاب مصالح شخصية أو حزبية، هذا أمر مرفوض تماما. ولكن الذي أتى بإرادة شعبية لا يرحل ولا يذهب إلا بإرادة شعبية، الذي أتى بصندوق وانتخابات حرة نزيهة لا يذهب إلا بهذه الطريقة، فده أمر منتهي تماما. هذا من حيث رحيل النظام، أما من حيث العنف فهذا أمر غريب على الشعب المصري، وأنا أتصور أن جزء كبير منه مدفوع الأجر سواء من أطراف داخل مصر أو من أطراف خارج مصر، جزء كبير منه بيقوم به البلطجية. أما الثوار الحقيقيون والمتظاهرون السلميون حتى لو عرضونا لهم كل الحب والتقدير والاحترام، جزء كبير منهم فعلا بيطالبوا بحضارية وبسلمية وبمظاهرات فعلا ما فيهاش تعدي على ممتلكات عامة أو خاصة أو ما فيهاش خروج عن الشرعية، فدول طبعا نكن لهم كل احترام بالرغم من معارضتنا ليهم أو من معارضتنا لبعض مطالبهم، ولكنهم لم يخرجوا عن القانون. أنا أوجه كلامي تحديدا لمن يخرج عن القانون بإحراق منشآت أو بهدم منشآت أو بقطع طرق، كل دوت طبعا مرفوض تماما، بل أنا أطالب بتوقيع العقوبة عليه الجنائية اللي موجودة في القانون، لأن دوت جريمة مكتملة الأركان لابد أن يؤخذ على أيديهم بشدة، ولابد أن يضربوا بيد من حديد حتى يرتدعوا عن هذا. والشعب نفسه بيطالب بكده، الشعب نفسه. أنا بمشي في الشارع بسمع الناس بيقولوا دولت متسابين ليه؟ دول سابينهم يقطعوا الطريق ليه؟ دول سابينهم يعطلوا المجمع ليه؟ دول سابينهم يحرقوا المدرسة ليه؟ فطبعا الطائفة دي، الكتلة دي اللي هم بياخدوا أجر سواء من داخل مصر أو من خارج مصر، هذه الحفنة القليلة جدا التي خرجت على القانون وعلى الشرعية لن يعني تستطيع أبدا أن تفرض وصيتها، ولن تستطيع أبدا أن تملي الشرطة، ولن تستطيع أبدا أن تنجح في أهدافها ومخططاتها، لأن الشعب نفسه سيقف أمام هؤلاء، وزي ما بيقولوا كده في المسجد هيوقفهم عند حدهم إن شاء الله إذا يعني حاولوا أن يستمروا في هذا النظام. نحن ضد العنف تماما بكل أشكاله ومن كل جهة، سواء من الحكومة أو من الداخلية أو من الأفراد، إحنا ضد العنف وضد انتهاكات حقوق الإنسان. فبالتالي كانت رسالتنا واضحة وصريحة في مولونية الجمعة، لا للعنف، معا ضد العنف، نعم لاستمرار الثورة السلمية. هل نجحت جمعة لا للعنف؟ من وجهة نظرنا نجحت جدا، من حيث التنظيم والحشد ومن حيث الأهداف والمطالبات ومن حيث حتى المردود العملي لها. احنا نرى ان هي اوصلت رسائل محددة كنا نريد ان نوصلها ووصلت بالفعل. احنا اوصلنا 10 طلبات اعلناهم من خلال 10 رسائل اعلناهم ايضا، اظن الرسائل دي وصلت تمام. يعني يعني الجماعة الإسلامية بالتحديد بتقيم جبهة الإنقاذ وعملها ازاي؟ والله جبهة الإنقاذ انت لو بصيت لها بنظرة تحليلية هنلاقيها بتجمع بداخلها كل الأطياف، وحاجة غريبة جدا هنلاقي الشيوعي الماركسي والناصري ويعني طوائف اليسار مع الليبرالي، يعني حاجة غريبة جدا، يعني أنا مش عارف كيف اجتمع هذا، كيف اجتمع الليبرالي مع الناصري مع الماركسي الشيوعي في جبهة واحدة. هذا يؤكد حاجة واحدة بس، ان هما لم يجمعهم مشروع وطني، لم يجمعهم مصلحة وطنية، لم يجمعهم يعني فكر ولا ايديولوجيا، وانما جمعهم هدف واحد اسقاط النظام، جمعهم هدف واحد محاربة المشروع الوطني القائم، هتسميه اسلام هتسميه زي ما تسميه. الخلاصة ان اصبح دلوقتي الحرب حرب مشاريع، مشروع علماني في مقابل مشروع اسلامي، انا بتصوره كده يعني. فبالتالي يعني هم يعني اكبر دليل ان هم يعني شتات ولا يجمعهم شيء الا هذا، لم يجمعهم فكر ولا اي حاجه. فبالتالي انا ارى ان عوامل الهدم داخلهم اكبر بكثير جدا من عوامل
بنائهم. اتوقع ان عوامل تفرقهم وتفتتهم وتشتتهم اكبر بكثير جدا من عوامل تجمعهم، وده اللي حاصل. انت لو تتبعت كده هتلاقي الخلاف يومي، هم بيحاولوا يصوروا للناس ويصوروا لنا ان هم ايد واحده وان هم متالفين متناسقين مع بعض، ولكن الحقيقه ان هم مختلفين دائما، بدليل ان حمدين صباح ما ظهرش امبارح في المؤتمر الصحفي اللي داعين اليه، ولا السيد البدوي، وقبليها كان في ترشق ما بين حزب الوفد وما بينهم، وبعد كده ما بين حمدين صباحي وما بين عمرو موسى. يعني واضح جدا ان هم بيحاولوا يظهروا ان هم متمسكين ومتالفين، ولكن في الحقيقه هم متشرزمين، وان شاء الله سيكونوا في تفتت وفي تشرزم اكبر من كده، واضح في الايام الجايه. طيب بتشوف ازاي مبادره حزب النور واجتماعهم مع جبهه الانقاذ؟ والله احنا لينا راي واضح صريح، وان احنا اولا لا نشك في نيه اخواننا في حزب النور، ولا نشك في ان هم يريدون المصلحه الوطنيه والمصالحه الوطنيه، ويعني لا نقدح في نياتهم ولا فسائل، ولكن احنا لينا ملاحظات كبيره جدا على اهدافهم من خلال المبادره، اهداف المبادره يعني وبنود المبادره، لينا تحفظات كبيره جدا واعلناها، يعني ده كلام مش مستخبي. احنا بنرفض تماما تبنيهم لوجهه نظر الجبهة، نرفض تماما مطالبهم، مطالب غير دستورية أصلا ولا غير قانونية أصلا. حكاية إقالة النائب العام، من يملك إقالة النائب العام؟ لا أحد. حكاية التعديلات الدستورية، من يملك التعديل الدستوري؟ لا أحد، إلا من خلال آلية واضحة في الدستور نفسه، مادة 217 ومادة 218، نص صريح واضح على كيفية التعديل. أي طريق آخر غير ذلك مش هينفع. الشعب ب 64% قال نعم للدستور، اي كتله ثانيه عايزه تغير ال 64% وتقفز على الاراده الشعبيه وتلتف حول الاراده مرفوض. فده من ناحيه الدستوريه القانونيه مرفوض اصلا، يعني ما ينفعش يجتمع حزبين ثلاثه اربعه عشان يقولوا نقيل النائب العام ولا نغير، ما ينفعش، لان في اليه معينه لذلك. هذا من ناحيه الدستوريه القانونيه، بالاضافه الى هناك مطلبين اخرين هم طالبينهم دولت، يعني حتى لو العقل يتصورهم وبقرار ممكن ينفذه، ولكن عمليا صعب جدا، اللي هو الحكومة والمصالحة مع الحزب الوطني. هم طرحين من ضمن مبادرتهم مصالحة مع رموز النظام السابق الذين لم يتلوثوا بالفساد، وأنا أقول اذكر لي رمز من رموز الحزب الوطني لم يتلوث بالفساد، يكفي أنه حزب وطني، يكفي أنه رمز من رموز الحزب الوطني. راجل كان قائد في الحزب الوطني، ساهم في إفساد الحياة السياسية على مدار أكثر من 30 عاما بإفساد الحياة السياسية والاجتماعية، ويعني وشارك في النواب، يكفي أنه صمت عن الفساد. بس أنا أقول لك الراجل ده ما سرقش وما نهبش، يكفي أنه قاعد وشايف البلد بتسرق قدامه، وشايف الناس بتنتهك أعراضها وبتنتهك حقوقها، هو ساكت، هذا يكفي حتى لا أضع إيدي في إيده. وهو بقى توبته مع ربنا، حياته السياسية آراءه السياسية هو حر فيها، ماليش دعوة بيها، ولكن في نص صريح عزل في الدستور. والله أنا بقول إن النص العزل لم يعزل كل رموز الحزب الوطني، وزادت الطينة بلة قرار المحكمة الدستورية الذي ضيق جدا 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 من عزل الحزب الوطني. يعني إذا لو طبقنا حتى توجهات المحكمة الدستورية يبقى لن يعزل إلا النزر اليسير جدا جدا من الحزب الوطني، فإذا لابد أنا أعزله أنا كفصيل وطني وسياسي، أنا كفصيل وطني وسياسي في الشارع مش هحط إيدي في إيد رموز الحزب الوطني ابدا، وانا لا اتصور ابدا رمز من رموز الحزب هو قائد من قيادات الحزب الوطني، راجل بيرسم سياسه وبينفذ سياسه، لا اتصور ابدا انه بعيد عن التلوث بالفساد، يعني حتى ولو هو نفسه لم يفسد على الاقل سكت وصمت عن الفساد، فبالتالي دي مرفوضه تماما. ونبهنا اخواننا في حزب النور ان الامر ده مرفوض بالنسبه لنا احنا كحزب. الامر الاخر اللي هم طرحينه حكومه انقاذ وطني، حكومه انقاذ وطني. طبعا الامر ده برضو عبث وتضيع للوقت واهدار للجهد، لان خلاص مجلس الشعب على الابواب، انتخاباته على الابواب، وطبيعي بعد انتخابات مجلس الشعب سوف تاتي حكومه جديده، فانا عشان افضل اكون حكومه جديده وزي ما هم بيقولوا انقاذ وطني زي ما بيقولوا او حكومه ائتلافيه، ان انا مش قادر اتوافق معاهم على الحوار وطني، اقعد معاهم على ترابيزه هتوافق معاهم على حكومه؟ ده هم رافضين، يعني 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 شركاء متشاكسون مش قادرين نتفق معاه، فكيف اتفق معهم على حكومه؟ يعني هنتوافق على رئيس الوزراء ازاي؟ ثم بعد ذلك نتوافق على الوزراء ازاي؟ احنا عندنا شهر شهرين وبعد، واذا حصلت المعجزه اتفقنا هيكون خلاص مجلس الشعب شغال، وبعدها على الابواب هيكون حكومه جديده، يعني ده كله هيضيع وده كله عبث وهذا كله تضييع الوقت. افرض ان الحكومه اتشكلت، ائتلاف وطني زي ما قالوا، هيجي بعد كده يبقى قدامهم اسبوعين ثلاثه يتغيروا تاني؟ طب الوزير هيشتغل، الوزير الحالي دلوقتي لما يعرف انه هيتغير كمان اسبوعين ثلاثه شهر كيف يعمل؟ طب الوزير اللي جاي لما يعرف انه كمان بعد ما يمسك ويفهم الوزاره رايحه فين هيتشال بعدها هيعمل ازاي؟
افترضنا بقى ان هم وافقوا وقعدوا واشتغلوا وتمام التمام، لما تجيب له واحد من جبهة، واحد ناصري، واحد شيوعي، واحد اسلامي، واحد ليبرالي، واحد علماني، انا عايز اعرف هيمشوا القرارات ازاي، وازاي يبقى مش حلول، مش حكومه توافق ولا ائتلاف، هتكون حكومه تشاكس وحكومه تضارب وحكومه يعني خناقات يعني. فطبعا ده امر كله يعني عمليا هيبقى من العبث وتضييع الوقت والجهد. استاذ علاء، فكره الهجوم حزب النور من طرف الأستاذ خالد علم الدين أو الدكتور خالد علم الدين بمحاولة أن الرئاسة حاولت أن تشوه صورته زي ما ادعى، وأن الرئاسة قالت في بيان رسمي أن هو أن هناك معلومات وصلت إليها من جهات رقابية أن الدكتور خالد علم الدين استغل منصبه بشكل ما أو بآخر. إحنا لينا موقف يعني إيه قاعدة عامة كده. أنا دلوقتي هستبعد فكرة رئاسة وهستبعد فكرة خالد علم الدين، لكن أنا بتكلم كلام عام، بقول إن عشان قرار زي كده يطلع وعشان حاجات زي كده تنشر في العالم لازم يكون في تحقيق. أنا ما أجيش أصدر قرار ثم بعد كده أحقق، ما أجيش أصدر قرار وبعد كده أبحث على الأدلة، لا، المفترض إن في تحقيق دقيق موثق يجرى ثم أخذ القرار، دي حاجة. الحاجة الثانية إن حتى لو ثبت إن الدكتور خالد له ممارسات ما عجبتش الرئاسة، هو ده راجل من حزب، ومن حزب كبير وحزب عريق وحزب عنده السمعة مهمة جدا، فحتى لو ثبت لدي ذلك الوقت مش مناسب أبدا أقيله، ومش مناسب أبدا أقيله بهذه الطريقة، لأني سبق قبلها بعض التراشق ما بين حزب النور وحزب الحرية العدالة. فبالتالي من الحكمة أن أنا لا أقيل الدكتور خالد في هذا الوقت، ولو أقلته لا أقيله بهذه الطريقة. في حزب انا جايبه من حزب، ارجع للحزب واتفاهم مع الحزب واقول لهم والله ثبت عندي ان ده، لو جدلا يعني ثبت عندي ان هو كذا كذا كذا، وبالتالي لازم نتفق على طريقه لاقالته من غير ما يعني انا بفترض يعني ان يكون في شيء من العقل والحكمه لمعالجه هذا الامر. فبالتالي نحن قلنا ان كان يجب ان يسبق هذا بالتحقيق، ثم حتى لو ثبت بالتحقيق كان يجب ان ينفذ هذا القرار بطريقة أكثر حكمة وأكثر عقلانية من هذا، لا سيما أنه سبق وترشق بالكلمات وكان الجو ساخن والجو لا يتحمل مثل هذه القرارات. في حاجة تانية أخطر بقى، طيب ده حدث ما حدث، يفترض بقى أن أنا ما أجريش وراء أزيد الحرب الإعلامية وأزيد التراشق والاتهامات وأسخن الجو أكثر، لا، هذا طبعا أنا رافضين ده تماما، بالعكس إحنا بنسعى جاهدين للمصالحة سواء ما بين الحرية والعدالة أو ما بين أهلاً فحضرتك تفضل سواء ما بين الحرية والعدالة أو ما بين النور، والمصالحة أيضاً ما بين مؤسسة الرئاسة نفسها وما بين النور، يعني إحنا بنسعى إن إحنا نعمل هذه المصالحة، لأن فعلاً استمرار الأزمة ما بين الحزبين الكبيرين أو ما بين مؤسسة الرئاسة وحزب النور طبعاً ده في شيء من الخطورة، فيجب أن نتجاوز هذه الأزمة، يجب جميع الأطراف يجلسوا على مفاوضات وصلح، لازم، لأن الكسبان الوحيد في المعركة اللي ما بين الحرية والعدالة والنور أو بين الرئاسة والنور، الكسبان الوحيد أعداء المشروع الإسلامي، فبالتالي والخسر على فكرة مش الحرية والعدالة والنور فقط، لا، ده الخسر التيار الإسلامي كله والمشروع الإسلامي كله، فبالتالي نحن نهيب بالحزبين الكبيرين وبالشقيقين الكبيرين هم يتصالحا وأن يتساموا فوق هذه الأمور اللي هي مجرد حرب إعلامية وتراشق يعني لن يستفيد منها أحد، هي تكسير عظام للأسف للطرفين. السؤال الأخير، استعداد الحزب للانتخابات البرلمانية القادمة؟ طبعا احنا بنستعد من عدة أشهر، ولكن قرار المحكمة الدستورية زي ما بيقولوا كده ضرب الكرسي في الكلوب، وحاجة طبعا مشينة جدا وحاجة خطيرة جدا، وأنا أتصور يعني أن الجماعة الإسلامية لن تسكت على هذا، لأن بقرار اليوم، بس أنا عايزك تتصور وحط نفسك مكاني بقى، يعني عايزك أنت تتقمص شخصيتي، قرار نازل بتضييق العزل من الحزب الوطني وتوسيع العزل على الجماعة الإسلامية، يعني أنا دلوقتي بتحايل حوالين الدستور عشان أضرب عزل الحزب الوطني وخليهم يمارسوا حياتهم السياسية في الوقت اللي أنا بضرب فيه وبوسع من عزل ناس وقفوا أمام حسن مبارك على مدار سنوات طويلة، عرضوهم معارضة قوية جدا وعوقبوا بسبب ذلك بتقارير أمن دولة، استبعدوا على أساسها من واجب أداء الخدمة العسكرية، تمام كده؟ أنا عوقبت في عهد مبارك بتقارير أمنية، والتقارير بعد حل هذا الجهاز الفظيع صاحب السمعة السيئة جهاز أمن الدولة، بعد حله وبعد رحيل النظام اللي أنا عرضته وخدت التقارير وحرمت من الخدمة العسكرية بسببه، وعاقب بعد الثورة بنفس المشكلة،
وانا عشان عندي تقرير امني منع من الخدمه العسكريه ايام مبارك باحاكم به الان ايضا وبامنع من الترشيح الان. شوف العجيب، يعني انا عايزك بس تحط نفسك مكاني، انا عشان عرضت مبارك ودي تقرير من امن الدوله راح نظام حسني مبارك وتحل الجهاز وتقاريره لسه بتلاحقني لغايه دلوقتي، انا بعاقب في 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 مرحلتين يختلفوا. المفروض اللي كان